كابتن هادي فرقة تانية خالص اللي شفناها امبارح امام المصري، فرقة النادي الاهلي اللي كانت بتلعب من كام يعني قبلها بايام قليلة امام اتحاد العاصمة. امبارح بتشوف فرقة مخيفة ومرعبة في كل الخطوط، وفي طبعا اداء مميز جدا طبعا امام عاشور ورضا سليم، حتى احمد عبد القادر، كريم فؤاد، الناس البدلاء. ايه سبب التغيير الكبير جدا في المستوى الفني بالنسبة للنادي الاهلي؟ هو السبب من وجهة نظري هو العقاب، يعني تم عقاب اللاعبين معنويا بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ماتش السوبر الأفريقي. عقابهم جامد معنويا ولومهم بشدة خلاهم يعيدوا التفكير مرة تانية. ده من الجهاز الفني أكيد يعني ولا أكيد ليه؟ لأن الموضوع ده دايما داخليا بيتحل. انت النهارده داخل واخد 5 بطولات في الموسم اللي فات، وفي حفله اتعملت وتتويج ولعيبه ومبسوطين ونشوه فوز، وبعدين راحوا فتره اعداد في النمسا والدنيا ايه حلوه، كلها حلوه، بس هي الدنيا ما بتمشيش حلوه على طول. فانت لازم حتى لو انت لعيب كبير وانت لعيب تقيل، لو انت فرقه كبيره، لا لازم تبقى دايما تحترم الفريق اللي قدامك. لازم مهما كان رصيدك ايه، رصيدك ده خلاص طلع في التاريخ وانتهى الموسم اللي فات، فما تلعبش على ذكريات الموسم اللي فات. ده اللي حصل في السوبر الافريقي، ان هم لقوا فريق متمركز دفاعيا كويس، فريق لديه القدره والخشونه في الاحتكاك بشكل كبير جدا، الكرات المشتركه دايما هو اللي بياخدها. النادي الاهلي كان يعني عمل ضربه جزاء بتهور شويه، كل الحاجات دي ادت ان هم ما قدروش ان هم يحرزوا هدف او يتعادلوا او يصححوا موقفهم. كل ده اتعاد بقى صياغه الفريق مره تانية بعد البطوله. طيب هقف هنا طالما حضرتك يعني رحت الماتش الاهلي واتحاد العاصمه، هل النادي الاهلي ظلم تحكيميا؟ وهل التحكيم كان ليه تأثير على خسارة النادي الأهلي للسوبر الإفريقي ولا لا؟ بص، أنا من دايما مبدئي أو مبدأ النادي الأهلي دايما اللي هو يعني دايما إيه، في الأول أشوف مشكلتي أنا فين قبل ما ألقي المشاكل اللي عندي الفنية. اللي عندي الأول فأنا كان عندي مشاكل فنية اوريدي ومشاكل في الطموح والعزيمة والقدر من الاسترخاء اللي كان واضح في المباراة، كانت دي موجودة. في أخطاء تحكيمية، في أخطاء تحكيمية، لكن النادي الأهلي تعرض لأخطاء تحكيمية كتيرة، وكان في الدقيقة 90 بيجيب أهداف. يعني ما نرتكنش على أبدا الأخطاء التحكيم. ليه بقى؟ لو عملت كده انت بتدي صيغة للعيبة، بتقول لهم انتوا ما قصرتوش. فهيجي بقى ماتش المصري هيفضل في نفس الحالة. لا، احنا دايما المفروض انك دايما تراجع نفسك انت اولا وتشوف ايه اخطائك، لان مفيش مباراة بلا اخطاء. مفيش مباراة بلا اخطاء. اخطاء سواء بقى من مدير فني، من اعداد لعيبة، من اعداد نفسي، من اعداد فني، اعداد بدني، كل دي عوامل عشان تجهز فريق لبطولة زي السوبر افريقي. فلما دخلوا بقى بعد المباراة وابتدوا يستعيدوا الاجواء الطبيعية للمنافسة في موسم جديد، ابتدوا يتعاملوا في المباراة بشكل تاني خالص. زائد ان حصل بقى حالة من التنافسية اللي هي عملها رضا سليم وامام عاشور على حساب بعض اللعيبة اللي قاعدة على الدكة برة، او اللعيبة اللي خرجت برة السكور. فهنا حصل نوع من الايه، انا لعيب جديد عايز اثبت نفسي كويس جدا، لعيب زي امام عاشور كان الناس بتتكلم عليه كجمهور، ناس موافقه ناس مش موافقه، فهو عايز يقول للناس يا جماعه انا في الملعب حيوني. وواحد زي رضا سليم عايز يثبت ان هو نادي الاهلي، استحق الضجه اللي اتعملت عليه، استحق الضجه. وفي نفس الوقت ان اللعيب اللي كان في النادي الاهلي اساسي من 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 اسبوعين ثلاثه ومن شهر قبل فتره الاعداد بقى قاعد على الدكه بره من غير اي مبرر عشان جه لعيب جديد. فالنهارده حصل قدر من التنافسيه، خلت اللعيبه في التدريبات الاسبوع اللي بعد السوبر، خلت اللعيبه عندها باور داخلي ومعنوي انها تثبت لكولر قبل الجمهور ان هو يستحق المركز بتاعه. محمد هاني، كنت لسه بتكلم مع كابتن حسام،
بيقول لي ده ماشي كويس قوي. حتى قلت له السبب ان اكرم توفيق هو اللي خلى محمد هاني يتالق. ليه؟ لقى حد بيزق معاه، ولو لعب اكرم تنافس. في تنافس. فهو النادي الاهلي، هو ايه اللي بيخلي النادي الاهلي يجيب لعيبه جديده وهو فايز بخمس بطولات؟ يعني ايه المنطق في الموضوع؟ المنطق ان انا بدي دوافع للعيبه اللي عندي، حتى لو اللعيبه اللي عندي ممكن تاخد البطولات اللي جايه. لا، دايما في لعيبه جديده، دماء جديده تدخل تعمل قدر من التنافسيه.